السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده دليل بيسهل عليا ان انا اعمل بيمتشن بلان تابع للكود السنافوري، بس هو مش اجباري في سنافورة، هو مجرد بس دليل ارشادي. هنا بيقول لك ايه اهم الحاجات اللي انت لازم تحطها في البيمتشن بلان. لازم تحط المعلومات بتاعة المشروع، ما ينفعش تبقى الورقة ما فيهاش اسم المشروع ولا العنوان ولا وصف المشروع، يبقى كام دور ويبقى في بيسمنت ويبقى في منطقة حواليه. يعني لازم نحط كل الوصف للمشروع، لازم نحط مين أعضاء المشروع، الهدف من المشروع، الاستخدام بتاعة المشروع، الديليفرابل أو المخرجات من المشروع، الامتدادات اللي احنا هنسلمها، العناصر بتاعة المشروع، ال او دي، التكنيكال انفايرومنت، البرامج والسوفت وير وهكذا. فهو هنا بعد ما شرح النقط الرئيسية الموجودة هيبدأ بقى يجي يقول لك ازاي تعمل البيمكشن بلان. اول حاجة تكتب بروجكت تايتل، عنوان المشروع، رقم المشروع، نوع العقد، الملخص للمشروع، هنا اعضاء الموجودين في قلب المشروع، مثلا بيم مانجر، بيم كوردينيتور، مسؤول التصميم، كل الحاجات دي بنبقى حاطينها، الاهداف والاستخدامات بتاعة المشروع، ايه الحاجات اللي هي هتسلم في قلب المشروع، الهاردوير والسوفتوير. هنا بقى الاستخدامات بتاعت المشروع بميوز كيس تمبليت. هتبدا تشوف في كل مرحله من المراحل ايه الحاجات اللي انت هتخرجها، والمعماري والانشائي والكهروميكانيكال هيعملوها ازاي. مثلا سايت اناليسيس دي هتبقى موجوده في لسه في الفكره العامه، التصميم لازم يبقى في سايت اناليسيس، سايت موديل، هنشوف السبيس، الاريا، الفوليوم ستادي، كل الحاجات دي اساسيه لازم تتعمل في المرحله دي. في المرحله اللي بعد كده هنبدا نعمل موديل مبسط الوديميه، هنحط بعض الانفورميشن البسيطه، هنشوف هنسلم، ممكن في المرحله دي نكون معماري بس ولا هيسلم، الكهروميكانيكال هيعمل الموديل بتاعه، حاجات برضو معلومات بسيطه، يعني ممكن نحط المكان بس. مرحلة ديتيل، ايه اهم النقط اللي هنركز عليها والمخرجات اللي هتخرج من الموديل. وكل مرحلة من المراحل بيبدأ يركز على جزئية معينة. مرحلة الاسبلت، ايه المخرجات اللي احنا منتظرينها من الاسبلت، بنتفق عليها بحيث لو اتسلمت زي ما هي بقى تمام، لو في اي مشكلة العقد الشرعي المتعاقدين. architecture بيم element دي اهم العناصر الموجوده في المعماري، السايت موديل، الروم، السبيس، الوول اند كيرتن وول، الدور، الويندوز، كل العناصر ديت هنا التفصيل بتاعتها. تبدا تحط كل المعلومات اللي انت عايزها، ممكن تحط استثناء تقول الحاجات دي انا مش هعملها في قلب الموديل لانها هتاخد جهد كبير وفي نفس الوقت مش هتفيدنا كتير. دي عناصر السيفل، كل العناصر بتاعت السيفل. لو في حاجه مش موجوده معاك في المشروع تقدر تلغيها وتقدر تضيف الفاير بروتكشن. كده احنا دخلنا في الميكانيكال، الالكتريكال، كيبل تري، وبعد كده ده البيم موديل جايد لاين، دي الملحق بتاعه، الكونسبشوال، البريمير ديزاين، ده هنا المطلوب في مرحلة التصميم، في الاستراكشر ديزاين ممكن ما يحطش حاجة خالص، تمام، والام اي بي ممكن ما يحطش حاجة خالص، يعني ممكن ما يبعتش أي لوح، تمام، لأن لسه في مرحلة الفكرة ولسه المعماري يحط الفكرة بتاعته، لسه ما اتفقش عليها. وبعد كده الام اي بي سكيماتيك، ده في البريمينري، شغل بسيط، تمام، ممكن المكن ومثلا الروت هيبقى عامل ازاي من غير ما احط الاوتلت او يوصل بينهم. المرحله اللي بعد كده الكونستراكشن، بيبدا بقى الموديل بتاع المعماري والانشائي والكهروميكانيكال يبدا يظهر في كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. الاسبلت هتعمل ابديتد على الموديل بتاعك بحيث ان هو يوصل نفس الشغل الموجود في قلب الموقع. هنا بقى بيعمل كواليتي اشورنس، بيتاكد ان المعلومات مظبوطه، تمام، يعني احنا كنا حاطين بعض القواعد، فبتبدا بقى تعمل تشيك هل القواعد دي اتحيت ولا لا. يعني بتبقى حاطط مثلا هنسمي اسامي معينه، هيبقى مفيش كلاش، هيبقى في مفيش عنصرين موجودين في نفس المكان،
اللي هي ال QA QC. هنا بعض الارشادات يعني، هو بيقول لك ممكن تستخدم في بعض الحاجات بدل 2D، بدل 3D تحط 2D، بس لازم تكون في اتفاق. مثلا لازم لما يكون عنصر وول تحط له وول، ما تحطوش استراكشر. لازم تحط التايب والماتيريال والاي دي والسايز على اساس نعرف نعمل حصر الحاجات ديت. ممكن في ال ودي 100 ما نحطش كل المعلومات ديت، بس لازم في الموديل نلاقي المعلومات ديت. انا بقول لك كل عنصر لازم تبقى العناصر الاساسيه الموجوده فيه. ممكن تشوف ال او دي فورم هتلاقي الموضوع مفصل اكتر. انا بتكلم عن الاستراكشر دي كلها بنتفق عليها في البيمتيشن بلان. ممكن تكتب عكس الكلام المكتوب، يعني ممكن في اتفاق هنتفق على حاجه غير اللي موجود هنا، والعقد شرط متعاقدين. تمام، يعني تقدر تغير. هو انا بحط لك جايد ارشادي، يعني هو بيقول لك هنا ممكن تستخدم 2D في كذا، ممكن لا في العقد تصر ان هو يتعمل 3D مش يتعمل 2D. ده مجرد جايد لاين ليا، ويقول لي مثلا من التجارب احنا اكتشفنا ان الحاجه دي ينفع تعمل او ما ينفعش تعمل، او بتاخد وقت وما لهاش اي قيمه، الاوتبوت هيبقى عامل ازاي في اي مرحله. تمام، فكل الكلام دوت جايد لاين وانا بعمل البيمكشن بلان، ممكن تاخد بيه او ممكن ما تاخدش بيه. كل مرحله من المراحل بيقول لك ايه العناصر الموجوده وارشادات العناصر دي تتعمل او ما تعملش، او لازم تبقى محطوطه او في خاصيه معينه فيها. فهو الكتاب يعني ممتاز كجايد لاين، بيشرح لنا الافكار الرئيسيه وتقدر تستفاد منه ان شاء الله وانت بتعمل بيمكشن بلان، او حتى لو جبت بيمكشن بلان جاهزه تبص عليه وتاخد منه بعض الافكار اللي ممكن تسهل عليك ان شاء الله.